يلا اعطيونا الشعار الفرقه ديالكم. السلام عليكم، معكم عبد العلي الرحماني رئيس نادي جيل السلام للرياضة. كما كتشوفوا كيعرف الجميع اليوم من ضمن دوري المغرب الناجح بمناسبة النجاح الكبير الذي عاقته المملكة المغربية على يد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. قد نظم نادي جيل السلام الرياضة دوري لفئات اي 11 واي 13، يعني اقل من 11 سنة اقل من 13 سنة. اليوم معنا النهائي، عندنا النهائي ديال الدوري اللي فئات اي 11 اللي مشاركه فيه فريق جي السلام وفريق مسلم وصول النهائي، وعندنا نهائي اخر عاوتاني اللي ديال الاي 13 اللي كاينه فيه امل ويسلان والجيل الذهبي. ممكن ما كيشوف كتشوفوا الاجواء اللي دايره هنا، كاين اجواء رائعه لجميع الاطفال فرحانين بهذا الدوري بالنجاحات الكبيره اللي عرفها اللي حققتها المملكه المغربيه، وشكرا لكم.